مبروك كابتن اسامه، الف مبروك. درس قاسي من الاهلي ومستر كولر اللي تكس. مظبوط، ما فيش شك في كده، بالذات الشوط الثاني. صحيح. الشوط الاولاني كان الامور رايحه جايه، لكن الشوط الثاني الوقفه والتنظيم الدفاعي النهارده اكتر من ممتاز. كل اللعيبه بتادي بروح عاليه جدا، حتى اللعيبه اللي كانت بره الاداء الفني الجيد. انا قلت لك الشوط الاولاني انا بحيي جدا رباعي خط الظهر، برضو تاني بحييهم جدا 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 النهارده. علي معلول واقف دفاعيا كويس قوي، من احسن الماتشات اللي علي معلول واقف فيها دفاعيا، يمكن مش هتلاقيه في الهجوم قد الماتشات اللي فاتت، بس الماتش كان عايز كده. محمد هاني هايل، الماتش اللي فات كان هايل والنهارده هايل. ياسر ابراهيم عامل ماتش كويس قوي، محمد عبد المنعم عامل ماتش كويس قوي، طبعا ديانج والسوليه عاملين ماتش كويس، بس انا اتكلمت على التنظيم ده. والرباعي الامامي الشوط الثاني واقفين في نص الملعب مع المجموعه ديت، وبنلعب على هجمه مرتده في اكتر من كوره كانت خطر، وقدرنا نستغل كورتين من الفرص اللي جت، وجبت جونين اضافه للهدف الاولاني. صعب الامور جدا على بيراميدز اللي وصل لمرحله حلوله قلت قوي الشوط الثاني، يعني ما بقاش الدنيا. الشوط الاولاني كانت خطوطنا مفتوحه شويه. أيوة. كانوا بيوصلوا المرمى بس ده برضه نتيجه التنظيم الدفاعي الجيد اللي عمله مستر كولر الشوط الثاني. ما هو انا بقول لك. أيوة. مستر كولر واللعيبه النهارده عملوا الشوط الثاني اكتر من ممتاز في الوقفه الدفاعيه وتقفيل مساحات الملعب، واللعب بالهجومي بحساب وبعدد كويس في الوقت المناسب قدر يجيب منهم جونين. فهو تنظيما النهارده وروحا الاهلي متفوق جدا في مجمل اللقاء. انا قلت لك يمكن الشوط الثاني كمان التفوق كان اكتر واضح، لانه انت اللي اديت الاستحواذ لبيراميدز انه يجي نص ملعبك، بس مش عارف يخترق يعني الا في حالات بسيطه غير الشوط الاولاني. فالنهارده اللعيبه يعني معظمها عمل ماتش كويس قوي وروح عاليه جدا، وتلات اهداف على فريق كبير، فريق عنده نجوم من احسن فرق الدوري، فنتيجه كبيره ويستحقوها النهارده. ونتمنى ان الروح، لما احنا بنتكلم احيانا ان في تقصير، احنا نفسنا اديك لعبت مع فرقه تعتبر تقيله جدا من فرق الدوري. يعني طبعا هم نادي الزمالك هم معانا، هم اعلى ثلاث فرق. مظبوط. فمع الفرقه الكبيره دي اللي عندها نجوم انت بتقدر تعمل كده وبوضوح، في كميه الجري، في الحماس، في التنظيم. مظبوط. في اللعب على المرمى، في الاهداف اللي بتجيبها. فبتيجي احيانا في مباريات، عشان كده الجمهور ساعات احيانا بيزعل، او احنا بننتقد شويه او بنزعل إن انت عندك ده، ان عندك كده، وتيجي بتخسر النقط في اوقات مش مستاهله. مش مطلع كل اللي عندك، مش مركز بنفس الدرجه. فالنهارده بنحييهم على كل شيء عملوه، ومن المباريات الحلوه اللي عملها النادي الاهلي، وتلات اهداف حلوين، وكان ممكن في بعض الكرات برضو اللي ضاعت يعني. فمبروك ليهم، ومبروك لمستر كولر النهارده، ومبروك لكل الفرقه وجمهورنا. تمام.